ناقش كمدخل يعني للحديث تقرير جديد طلع من البنك الدولي عن تعلم اللغة العربية في الشرق الأوسط وأشغال. البنك الدولي طلع بمصطلح جديد يمكن اللي هو فقر التعلم. شوي المصطلح يمكن بصدم لما الواحد يسمعه أول مرة، ليش فقر؟ يعني الموضوع إنه نحن بالبنك الدولي كثير بنركز على إنه أهمية إنهاء الفقر في العالم ككل، الاقتصادي طبعاً المقصود. المهم الموضوع إنه فقر التعلم هون عم بحكي عن إنه الطفل اللي عمره 10 سنين. هلا ليش 10 سنين؟ عشان عملياً هذا الطفل صار مرق 3-4 سنين بالمدرسة، فمفروض إنه صار يعرف يقرأ ويستوعب اللي عم بيقرأ بطريقة جيدة. هذا الطفل اللي عمره 10 سنين نعطيه نص بسيط اللي هو مفروض يقدر يقرأ ويفهمه، ونشوف إذا فعلاً قدر يقرأ ويفهم. وللأسف إنه اللي عم نشوفه في جميع أنحاء العالم يعني وبالشرق الأوسط أيضاً، إنه عندنا نسبة 63% من أطفالنا اللي لما بنعمل هيك ما بيقدروا يقروا ويفهموا هذا النص وهن عمرهم 10 سنين. يعني عملياً أطفالنا أسوأ من أطفال جنوب آسيا، أسوأ من أطفال أمريكا اللاتينية، هم نسبهم كبيرة 50%، 51% مثلاً. والوحيدين اللي لسه النسبة أعلى عندهم هم أطفال أفريقيا جنوب الصحراء، النسبة عندهم 87. فهذا زي ما بيقولوا صدمة يعني. والسؤال ليش هيك الوضع وكيف نقدر نحسنه جميعاً؟ جيد هذا دينا، حبيت المصطلح. أحياناً نحن بنكون بحاجة لجرعة مفاجأة أو صدمة أو شيء كي ربما نتكلم عن الموضوع، كي نأخذ الموضوع بشكل جدي. فمسألة فقر التعلم، وحبيت تحديداً إنه تعلم قالوا وليس تعليم، لأنه ممكن المدرس أن يعلم بيقول لك أنا عملت أحسن درس بالعالم، ولكن الطالب ما تعلم، لأن الهدف بالنتيجة هو أن يتعلم الطالب بغض النظر عن ماذا فعل المعلم. فكتير ممتع، هو يعني النتائج ليست ممتعة إطلاقاً، ولكن الفكرة أن نشتغل على هذا المصطلح وأن نشتغل على الفكرة وكيف من الممكن أن نخفض هذه النسب تبع فقر التعلم، وشو أسبابها، كيف الأسباب اللي جعلتنا نصل إلى هذه النسب من فقر التعلم، مع أنه لنفترض أنه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنفاق لا بأس به بدرجات متفاوتة على التعليم، ولكن أكيد في أسباب كثيرة تؤدي إلى فقر التعلم. لربما أذكر سبباً أنا يعنيني كشخص يدرب المعلمين ويعد المعلمين، له علاقة بإعداد المعلمين في الوطن العربي، فبعتقد إنه هذا سبب من الأسباب. مثلاً في ناس كتير بتقول بس مثلاً إنه نحن مشكلتنا الأساسية في بلادنا في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية هي اللغة العربية بحد ذاتها، أساس إنه عنا فصحى، عنا دارجي، عنا لهجات. الطفل لما بدخل على المدرسة بيكون بيعرف يحكي اللغة اللي هو متعود يحكيها بالبيت، بيجي بنصدم لازم يتعلم يقرأ ويكتب بالفصحى. فما بعرف، في كمان تقرير جديد بالنسبة لهذا الموضوع اللي انتوا اشتغلتوا عليه بخص اللغة العربية بحد ذاتها، صح؟ بالفعل. يعني أنا تفضلي أستاذة دينا. طيب يمكن أحب أضيف نقطة مرة مهمة، ليش سمي بفقر التعلم في سن 10 سنوات؟ لأنه في سن 10 سنوات المفترض أن الطالب أو الطفل في دي مرحلة يكون انتهى من تعلم ويبدأ تعلم القراءة والكتابة ويبدأ تعلم العلوم الأخرى. فلما أجي يصل لهذه المرحلة هو ما وصل أساساً للمرحلة اللي هو، عشان كده سمي فقر للتعلم، الفجوة هتزداد. ويمكن كمان من الأسباب اللي أنا بشايفتها مرة مهمة، ويمكن أعلق على كلام دينا في الحتة دي،
الفرق بين اللغة العامية الفصحى، اللغة العربية الفصحى واللغة اللهجة العامية، يمكن من أحد الأسباب اللي بتساهم في تفاقم المشكلة. لكن زي ما ذكرنا في التقرير وزي ما هو معروف، التقارب ترى ما هو يعني التقارب بين اللغة الفصحى واللغة العامية ما هي لغتين مختلفة تماما. هناك مفردات مشتركة، هناك كلمات على مستوى المفردات وعلى مستوى التراكيب النحوية وعلى مستوى التراكيب اللغوية نفسها كمفردات، على مستوى الأصوات في اختلاف. نعم. وكل الأمور هذه اللي احنا بنتكلم عنها، وحنيجي إن شاء الله على طريقة أساليب التدخل، من الأشياء اللي ممكن إننا نستطيع إنه نتخطاها مع وجودها، لكننا نستطيع إنه نتخطاها. ويمكن أحب إني أنا أقول مثلا، إحنا كلنا وإحنا صغار كنا بنتكلم اللغة العامية وبعدين درسنا اللغة العربية الفصحى، ما لاحظنا إنه تعثرنا أو كانت في مشكلة. يصير في أسباب، هذا السبب موجود، لكن أعتقد إنه في أسباب أخرى. الأسباب الأخرى يعني يمكن واحدة من الأسباب المهمة جدا اللي ذكرتها هنادة هي المعلم. يعني إحنا أنا لما درست في المدارس، أنا كانوا المعلمين حق اللي درسوني جباهدة من سوريا، من العراق، في اللغة العربية. تمرست وتدربت على إيدهم، ويمكن الأشياء اللي كنا بناخدها في سنة رابع ابتدائي كنا بندرس المعلقات. ففي شيء معين مختلف، إلى جانب يمكن مو بس المعلمين، أيضا المناهج، مش مناهج المدارس، أنا قصدي مناهج التدريب للمعلمين، لأنه في فرق كبير ما بين أخصائي في اللغة العربية وفرق ما بين أخصائي في تدريس وتعليم. إذا عادل أنا أريد أن أتفاعل، هو تعددت الأسباب والفقر واحده. يعني تقاسمت معنا الأخت نادية يعني تجربتها في الصغر، هذا يحيلني على تجربة المغرب. يعني مباشرة بعد الاستقلال كانت الحاجة والتوق لتعلم اللغة العربية شديدا لدى الجميع، يعني وكان الأساتذة الذين عهد لهم تدريس اللغة العربية هم أساتذة من سوريا، من مصر، من العراق، يعني جهابرة في اللغة العربية، قابل هذا التحكم في اللغة العربية رغبة أكيدة في التعرف على اللغة العربية. الدافع كان هو التعرف بداية على الدين، ثم يعني التحكم بهذه اللغة العربية التي هي ذلك الرابط الذي يربط الهوية المغربية بعروبتها، يعني بامتدادها العربي. لكن بعد ذلك ربما موقع اللغة العربية وغائية تدريس اللغة العربية مثلا على مستوى الدول المغاربية ربما تغير. تحدثت الأستاذ عن المناهج، بالفعل المناهج هي مدخل أساسي لتغيير هذا الواقع، وهو ما نعمل عليه الآن في المغرب. لا بس سؤالك، هلا عم تحكي عن المناهج، مناهج تعليم المعلمين ولا مناهج نفسها اللي بتعلموها الطلاب؟ عشان أنا انطباعي كمان في عنا دراسات اللي بتقول إنه مناهج الطلاب نفسها كتير تقيلة ببلادنا، كتير في مواد وكتير يعني كتير تشعبات وزيادة عن اللزوم مرهقة الطفل يعني بالمنهج. الاثنين يعني الذي نشتغل عليه الآن هو تحسين المنهج، منهاج التعلم، يعني منهاج التعليمي الموجه للطلاب. وعلى أساس هذا التغيير أيضا هناك منحة الآن لتأهيل الأساتذة لتملك هذا التغيير وإدخاله وإيصاله إلى صفوف الدراسة. صحيح. وأنا جدا مع هذه الفكرة أنها يجب أن تأتي يدا بيد، يعني
إصلاح أو عصرنة أو تطوير كيف نؤهل المعلمين وكيف نعدهم والمناهج التي نضعها بين أيدي الطلاب، لأننا أحياناً ننظر إلى بعض النصوص الموجودة، إلى الأسئلة الموجودة المطروحة في هذه النصوص، أصلاً تجعل من يريد أن يتعلم لا يريد أن يتعلم بسبب هذه النصوص، بسبب طريقة الطرح، بسبب الأسئلة أحياناً التي تكون سطحية وهامشية للغاية. شيء آخر لربما أحب أن أعرضه هو عن يرتبط بها بكل هذا الموضوع، هي مسألة التعرض المبكر للفصيحة. طبعاً الفصيحة لا نتكلم عنها لأجل الفصيحة وحسب، ولكن لأنها هي لغة الدراسة بالآخر عندما يصل إلى صف الرابع وخامس وسادس في معظم الدول العربية. اللغة التمدرس هي اللغة العربية في المدارس الحكومية، فهذا التعرض المبكر للفصحى من خلال إن كانت الكتب في المنزل أو الكرتون، الأفلام المصورة، طرائق كثيرة، الحكي، حتى الحكي، استخدام الفصيحة المثقفة أو العامية المثقفة، يعني عدة أشياء يتعرض لها مبكراً. زمني أنا كنا نتعرض للفصيحة بأشكال كثيرة حتى قبل أن نلتحق بالمدرسة، لا أعرف أين صار هذا. هاي قصة التعرض للكتب وللفصيحة يعني طبعا مهمة، بس أنا كمان شايف إنه نحن أطفالنا بهالأيام هذه ما بتعرضوا لأي كتب أو أي حكي كفاية. يعني أنا مثلا بناتي ولدوا في أمريكا، وهون الكل عنده عادة إجمالا، يعني متعلمين نقول عندهم عادة إنه كل يوم بالليل قبل ما ينام الطفل في حمام وبعدين في قصة بتنقرأ. هاي العادة ما يعني، وكنت أنا أقراهم لبناتي القصص، يكونوا ما ألاقي كتب أطفال حلوة. على فكرة باللغة العربية نادر ألاقي كتب أطفال حلوة اللي فعلا شيقة، أجيب الكتب اللي بالإنجليزي وأقراهم باللهجة الفلسطينية لبنتي. هي مش عارفة هي مش لا يبقى عمرها 10 سنتين 3 سنين ما بتعرف شو الكتاب يعني. بس الفكرة إنه لا إنه أقرأ لها قصة كل يوم يعني، وأحكي معاها وهي بعد ما بتحكي. هذا الشيء نحن ما بحس إنه بنآمن فيه بنفس المستوى. يبقى أنا غلطانة، بس أنتوا يعني شو رأيكم؟ الإحصائيات بتقول إنه أساساً القراءة، عادة القراءة للطفل في البلاد العربية النسبة مرة منخفضة مقابل الدول الأخرى طبعاً، وهذا شيء واضح. يمكن كمان النقطة اللي مرة مهمة للتعرض اللي هي بتتكلم عنه هنادي اللي ذكرته أيضاً دينا، التعرض للغة عبارة عن المشكلة القوية اللي موجودة عندنا، إنهم يعتمدوا على الكتاب المدرسي كسورس أو مصدر رئيسي في تعلم اللغة وانتهينا. أي ممارسات أخرى تتم ما هي موجودة، فهو بالنسبة له للطفل خلص المقطع اللي موجود عنده هذا في الكتاب، حفظه خلاص انتهينا الحمد لله قلبنا الصفحة. فأنا دائما أقول لهم لما أدرب طالباتي في اللي هم المفروض المعلمات في المستقبل، أقول لهم إنه ممارسة التدريب أو تعرض الطفل اللي هي جزء من التعرض على القراءة خارج الإطار الكتاب نفسه، الممارسة هذه أعتبرها أو أمثلها كأنها شخص بيتعلم السواقة. الآن أنا لما أفتح كتاب وأروح أدرس وبعدين أروح أتدرب شوية، أنا ماني سواقة ماهرة، ما حأوصل لمرحلة الأوتوماتيكية نسميها الأوتوماتيكية أو تكوين المفردات أو اللي نسميها الطاقة في القراءة إلا إذا، أو الطلاقة في القيادة يعني الآن، إلا إذا مارست العديد من المرات. وهذا اللي بيحصل مع تعليم القراءة. هذا الكونسبت أو المفهوم المفترض إنه يكون موجود عند المعلمين وعند الأهالي وعند المجتمع ككل. طبعا إلى جانب اللي ذكرته هنادة، إنه طبعا النصوص نفسها ما هي شيقة، الأسئلة نفسها ما بتوصل لمرحلة التفكير، مستويات التفكير العليا،
بيسترجع فقط المعلومات اللي موجودة. ففي عندك أمور كده داخلة في القضية، والنقطة المهمة جدا فيها اللي هي التعرض للغة، التعرض الإكسبوجر اللي احنا بنتكلم عنه بشكل عام، ما هو متوفر زي ما هو متوفر مع في الدول اللي هي حصلت على درجات عالية في الممارسة. إذا هذا التعرض، التعرض للغة العربية، يعني نحن تربينا ونحن نسمع اللغة العربية ونتلقى اللغة العربية عبر يعني مسلسلات وعبر يعني أفلام كرتونية كانت تساعدنا، ليس فقط على يعني تشرب والتشبع بهذا النسق اللغوي، ولكن أيضا لممارسة لغتنا العربية التي كنا نتعلمها في يعني المدارس، ثم بعد ذلك نختبر، وكاننا نختبر قدرتنا على فهم هذه اللغة الجميلة عبر إنصاتنا ل يعني مختلف وتعرضنا لمختلف الحوامل للغة العربية. أريد أن أرجع فقط إلى نقطة نبهني إليها يعني طفل في المستوى، في الصف الثاني، في المستوى الثاني ابتدائي لدينا، كنا في إطار إنجاز اختبارات إجرا، وكان المطلوب منه أن يقرأ، يعني قدمت له التعليم على أن يقرأ النص في زمن محدد وسيتبع ذلك أسئلة. عندما انتهى من القراءة وأرادت المعلمة أن تطرح له الأسئلة، أتعرفون ماذا أجاب؟ قال لها: أستاذتي، أنا لم أقرأ لأفهم، أنا كنت أقرأ فقط لأنهي في الوقت المحدد. يعني بالنسبة لي صدمني هذا، أنه يعني وعى بأن فعله القرائي كان غير يعني تام، والأستاذة أيضا وكأنها ومضت أمامها ومضة على ماذا يجب أن تشتغل وأن يعرف المتعلم لماذا أقرأ. كانت يعني تجربة جميلة. أنا حابة أعلق على التجربة اللي ذكرتيها يا ابتهاج، لأنها جميلة جدا حقيقي، لأنه العلاقات اللي ما بين مهارات القراءة المختلفة هذه هي اللي بتساهم في الكلام اللي أنت ذكرتيه الآن، أو الناتج أو النتاج اللي ظهر فيه. إذا كان في عند الطفل قدرة إنه يقرأ بطريقة أوتوماتيكية، يعني بطلاقة بطريقة أوتوماتيكية، معناته إنه جزء كبير من الذاكرة اللي هي الجزء الشغال، الذاكرة العامل اللي هي مسؤولة عن عملية الفهم، حيكون فاضي، فمعناته التركيز حيكون على عملية الفهم. أحياناً تحدث كثير إنه هو بيركز على عملية تهجئة الكلمة، فعشان ينطقها بالطريقة الصحيحة يصل لنهاية النص وهو كده خلاص، يعني المخزون اللي موجود عنده في الذاكرة انتهى، فبالتالي قدرته على الفهم حيكون غير وارد. فهذه من العلاقات اللي هي زي ما ذكرت هنادة، انه من العلاقات اللي مهمة جدا انه المعلم يعرفها، يعرف ليش انا ليش بيدرب هو على 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 الطلاقة، ليش انا بادرب على انه هو يتهجأ بطرق مختلفة، التهجئ باستخدام مثلا الصوتيات، او التهجئ باستخدام الكلمات الاكثر تكرارا او القراءة، ليش كل الامور هذه او المحاور، وكيف ارتباطها ببعض، وكيف نتاجها في النهايه، وهل هذا تدريب المعلم اللي بدي اكشلي اني اقاطع واقول انه الطفل اللي ذكرتي ابتهاج القصه، هذه القصه هي قصه ملايين الاطفال في هذه المنطقه، وبالتالي يترتب عليها انه اشخاص يقرؤون ولا يفهمون ما يقرؤون، أشخاص لا يستطيعون أن يقرأوا على مستوى عال، يعني صعب مهارات التفكير العليا، التحليل، التوليف، النقد، التفكر، هذه كلها مهارات مش موجودة. بالتالي اللي حيصير البطالة ستكثر، هناك اتساع للمهن غير التخصصية، ما حيقدروا ياخذوا أي مهن فيها منافسة، فيها تنافس، مهن عالية، فكلها مهن غير تخصصية. حتى أنا برأيي أرى من ما أرى حولي، يعني في عدة بلدان
في هذه المنطقة، حتى سيصبح هنالك تذويب للطبقة المتوسطة في المجتمع، لما عندك ناس والهوة بين الغني والفقير تكبر، لأنه اللي بيصير الطبقة المتوسطة إذا كان التعلم أو فقر التعلم النسب فيه عالية ستطال هذه الشريحة، فبصير عندنا هذه الهوة. ففي نتائج أحس أنها وخيمة تكون سنبتلي بها جميعا، وطبعا يؤثر على الثقة بالنفس وعلى العلاقات الصحة الاجتماعية. حتى اللي بتعلم أكثر كمان صحته أكثر، مستوى في كمان دراسات بتقول في مستوى الديمقراطية في أعلى مع مستوى التعلم والتعليم في البلاد، فكله هذا مرتبط ببعضه 100%. تمام. إذن يعني الرهان على الرأس المال البشري يعني هو ربما ما جمعنا هنا، يعني الرهان على هذا الرأي، هذا الرأس المال البشري، والإيمان بأن القراءة هي مدخل للنجاح. كنا نتمنى أن تكون سنة 2021-2022 سنة للوقوف على ثمار المجهودات المبذولة، لكن كورونا يعني وجائحة كورونا يعني عمقت ربما فاقدا لم وأضافت متغيرا لم يكن واردا لدينا. كمان أسفة دينا، بس لحظة، أن نعترف أيضا أنه لدينا مشكلة في مسألة التعلم والتعليم، وأن علينا أن نواجهها من أبوابها المحددة. دينا بليز. يا با هو بالضبط، أنا معك أنه أصلا إحنا ما بنقيس، ما بنعرف قديش مستوى التعلم في مدارسنا، يعني نحن هاي الدراسة اللي ذكرناها ونسبة فقر التعلم بناء على دراسات دولية اللي شارك فيها بعض البلدان العربية ومش كلها، ويعني زي اللي بيدور دواره على طريقة إنه يقدر يعرف شو مدى التعلم فعلا. ما عنا دراسة، ما عنا تقييم لمهارات الطالب. من الأشياء كمان اللي لافتة للنظر بالنسبة عندنا للعالم العربي وشمال أفريقيا، الفرق الشاسع أو الفرق اللي ظاهر ما بين الفتيات والفتيان لصالح الفتيات، والفرق موجود في الدول العربية كلها. فطبعا هذا شيء ملفت للنظر وملفت لمعرفة الأسباب. ليه؟ أنه من الناحية الفسيولوجية المفترض أنهم الاثنين متشابهين، فمعناته في عوامل أخرى بتتدخل بتخلي فيه فارق كبير في، وطبعا الفارق ده بينعكس على فقر التعلم، لانه فقر التعلم عند الفتيان أسوأ بكثير من فقر التعلم عند الفتيات. ويمكن ظاهر الظاهره هذه تحتاج انه الواحد يدرسها بشكل متعمق باختبارات، يمكن بملاحظه بحاجه زي كده، عشان يعرف الاسباب. الرسالة هو ليس جوابا، يعني الإحصائيات تجيب عن نفسها. من بين أسباب فقر التعلم وهو ضعف القراءة، يعني أن الأطفال لا يقرؤون. إذا يعني بحثنا في القارئين سنجد أن عدد القارئات أكبر من عدد القارئين، فبالتالي مستواهم القرائي ومستواهم تحكم اللغة العربية يكون أفضل. هو مو بس في اللغة، حتى في الرياضيات وحتى في العلوم. الفتيات أفضل من الفتيان. في شيء هنا، في شيء الواحد. وبعدين اللي بحزن إنه بعد ما يأخذوا كل هالعلامات المنيحة وبالجامعة كمان بيكونوا مصفوقات، ما بتخلوا سوق العمل. فما بيستفيدوا من مهاراتهم هم شخصياً، ولا المجتمع والاقتصاد بيستفيد من مهاراتهم. الدليل أنه أنهن يستفيد أن الحضور كله نسوي، وأن النساء قدمت بقوة. ولكن أظن في أسباب ثقافية كثيرة لهذه النسب التي نراها بين الذكور والإناث، ربما في حلقة مقبلة نستطيع أن نتحدث عنها. نادية، دينا، ابتهاج، برنامج دنيانا، شكرا للجميع، شكرا لمشاهدينا. وأريد أن أقول، أن أختم وأقول بأن هذا نداء، لربما أن نحكي مع أبنائنا باللغة العربية، أن نقرأ لهم ومعهم، أن تكون بيوتنا بيوت علم، بيوت كتب، بيوت قراءة، وأن الحلول كلها ممكنة. شكرا لكم.